خلصت شغلي. وأنا كمان. طلبية جاهزة. جاهزة؟ بتعرفي الزباين اتصلوا ولغوا الطلب. معلم صدق أبداً، أنا بس حابب أعرف شو عم يصير هون. قلت شي؟ لا أبداً. طيب شو بدي ساوي بهالسندويشات؟ شو بيعرفني؟ أهلي أكيد بيكونوا تعشوا بالبيت، مستحيل يأكلوا هدول بلا ما ينكبوا. إذا بدك خديهم لأخواتك. تمام باخدهم. وحتى قبل ما يبردوا طلعي بسرعة، بيأكلوهم سخنين، أنا عندي شوية شغل بخلصه وبطلع. تمام لكان، بس لجيب شنطتي. سليم جاوبني على هالسؤال، أنا موجود وما حدا اتصل على المحل. ما فهمت. ما حدا اتصل وطلب طلبية وما حدا اتصل ولغاها، من نص ساعة ما رن التليفون. أنت عم تراقبني دوروك؟ أكيد لا، ليش لحتى راقبك؟ بس خطر عبالي هالسؤال. اتطلع، أنا حبيت أبعت همبرجر لأمل، ولو كنت رح أعطيهم لآسيا هيك ما كانت رح تقبل، بتعرفها. فهمت، وأنت حبيت أنك تساعدها بدون ما تنتبه على هالشي ما؟ أنت عن جد مثل الملائكة. آسيا؟ أنت شفتني مو هيك؟ شفقت علي لهالسبب سويت هيك هلأ؟ لا آسيا رجاءً، أنت عم تفهميني غلط، مو هيك. أنا ما فهمت، شو يلي شافه سليم؟ ما تتدخل دورك. تمام ماشي، أنا ما راح أتدخل. اطلعي آسيا، ما في داعي تخجلي مني، أنا شايف قديش أنت عم تتعبي وكيف عم تحاربي مصاعب الحياة، وكتير مقدر هالشي. أنا بس حبيت أقدم شي وهذا كل الموضوع. ما تقدم لي شي، أنا أساساً عم بشتغل هون، أنت بس تعطيني راتبي مقابل تعبي وما بدي منك أي شفقة، مفهوم؟ آسيا آسيا اطلعي. وقف شوي، لا تضغط عليها. وأنت ليش عم تتدخل بيناتنا؟ أنت شو لك علاقة؟ ما شفتها شلون زعلت؟ طلع سليم، هالبنت غالية علي كتير، أنا ما فهمت شو قصدك بالضبط وليش ساويت هيك وكسرت لها قلبها، بس أنا بنصحك ما تعيدها مرة تانية.